أخ دلول ستو اللي ريحته طيبة مثل المسك. ها حبيبي يا روحي أنت يا روحي. ماما مين كنت تدللي أكتر؟ أكيد أخي فرهاد مو؟ أبدا، لأنه فرهاد كان هادي كتير، بيضل عم يضحك. أخي كان يضحك معقول؟ إيه وقت كان ولد يضحك كتير. آخ ضل يضحك لحتى دبل هالوش. أنت اللي كنتي شريرة جد. كنا أنا وأبوكي كتير نتعب لحتى نهديكي. تعرفي إنه هالولد بيشبهك كتير؟ وصفي لي أخي يجيد، هو كان هيك نحيف دائما؟ طول عمره هيك أخوكي، ما بياكل أبدا وبتصيبه الحازوقة هيك بلا سبب. ونجدت بتصيبه الحازوقة دائما؟ يعني هو بيشبه خاله. أصلا صفية غبية وما بتفهم شي بالمرة، وعم خاف لما تصيبه الحازوقة. شوفي شو بدك تعملي، بإصبعك هيك بين حواجبه وبتدلكي شوي شوي على مهلك، شوي شوي هيك بتروح. بس اعملي هيك. مرة عملت هالشي لفرهاد فلاقيته رايح بأصابيعه الصغيرة عم يدلك عيونه حواجب يجيت. قلت له يا ابني شو عم تعمل؟ قال لي عم بعمل له هيك لتروح الحازوقة. هو كان يحبكن كتير، كمان ما كان يرضى يبعد عن تختك بالمرة، كان يهزه دائما. شي غريب. أمي بتعرفي كتير صعب تفهمي محبة أخي. بيحب كتير، بس ما بيظهر هالشي. والله قلبه لفرهاد كتير كبير. يا روحي يا نوحي. قصة النائب مو بوقتها خالي، بجوز اتهمونا. ليش نحن شو دخلنا ببيت النائب واللي صار فيه؟ ولا إلنا علاقة فيه؟ يلا جاوبوني. نحن ما دخلنا. طيب كيف بدنا نخبر خالتي؟ أنا رح أفتح الموضوع معه. طيب أنت قدرت توصل لشي خبر عن صحة النائب؟ أنا اتصلت أكثر من مرة، ما حدا عم يخبرني بشي. وهلأ بدي أطلب منكم شغلة مهمة، بدي الكل يطلعوا على غرفهم. في موضوع بدي أحكي مع يتار على انفراد. يلا صفية. شو جاي بكير؟ خلص مشواركم؟ بهالسرعة هاي؟ شو اجيت لحالك؟ صاير شي نامق؟ اللي شو فيه؟ تعالي عدي شوي. شو اللي صار؟ فرهاد فيه شي؟ ها؟ اللي صار له شي؟ يجيت هجموا على بيته وتصاوب. تصاوب؟ بس لسه عايش؟ ابني عايش ما؟ هن نقلوه على المشفى، ما بعرف وينه لأنه مخبين الخبر مشان سلامته. بدي روح فوراً لعند ابني. وين رايحة يا تار؟ تركني، بدي أشوف ابني. بعدي يا تار.